يتجدد بكم اللقاء في الجولة الرياضية السريعة التي نستهلها بأخبار كرة القدم، إذ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العام استئناف مسابقات اللعبة أبرزها بطولة الدور الممتاز وكأس ليبيا بعد أن قرروا تجميدهن اليومين الماضيين. وقال رئيس لجنة المسابقات العام حسين البوسيفي في تصريح له لليبيا الحدث إن التجميد قد توقف بعد أن استلم الموظفون في لجنة المسابقات بعض مستحقاتهم المالية، مضيفا في تصريحاته أن مسابقة الكأس ستنطلق منافساتها في الأيام القليلة المقبلة. في ذات السياق قال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم أنور الطشاني في لقاء هاتفي له مع قناة ليبيا الأحرار أن ليس من حق لجنة المسابقات تجميد نشاطات اللعبة، وأن هذا القرار خاص بمجلس إدارة الاتحاد. وجاء تصريح الطشاني بعد إعلان رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجميد كل النشاطات المتعلقة بكرة القدم بما فيها مسابقة كأس ليبيا. هذا هو، هذا عدم المسؤولية في تقدير العواقب وفي تقدير ما يستدفع القرارات. لذلك قلنا كان على اللجنة العامة للمسابقات أن تناقش أو على الأقل تخاطب مجلس الإدارة لمعرفة الإجراء اللازم اتخاذه، ونحن سنحاول مع الاتحاد الأفريقي إن شاء الله إذا كان تحصلنا على الأقل تمديد لبعض الوقت لإنهاء الكأس. في قمة لقاءات الجولة الخامسة من دوري الأبطال تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لمثلهما الأربعاء في لندن في إطار منافسات المجموعة الأولى. تقدم الباريسيون عن طريق العملاق الأوروغوياني إديسون كافاني بعد أن تابع تمريرة المتألق ماتويدي في الدقيقة 18. رد خلال الشوط الأول الفرنسي أوليفييه جيروان النتيجة إلى التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح، وبهدف سجله الإيطالي ماركو فيراتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60 تقدم المدفعجية بالهدف الثاني. وبرأس البرازيلي لوكاس مورا عدل سان جيرمان النتيجة مرة أخرى ليصل الفريقان اللذان ضمن التأهل إلى الثمن النهائي من الجولة السابقة لرصيد 11 نقطة. في مباراة أخرى عبر فريق برشلونة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بتغلبه على السلتيك الاسكتلندي بهدفين لصفر ضمن منافسات المجموعة الثالثة. سجل ميسي الهدف الأول بعد أن حول بيسراه كرة بينية من النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 24. ميسي وقع أيضا على هدفه وفريقه الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الأوروغوياني لويس سواريز إثر عرقلته في الدقيقة 55 ليرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، خلفه المتأهل الآخر عن المجموعة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تعادل مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدف لمثله. تصدر فريق نابولي الإيطالي مجموعته الثانية رغم تعادله السلبي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني عندما التقاه على ملعب سان باولو مساء الأربعاء، ليرتفع رصيد ممثل الكرة الإيطالية إلى 8 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بنفيكا الثاني وبشكتاش التركي صاحب الترتيب الثالث ب7 نقاط ودينامو كييف الأخير بنقطتين. ختام الجولة، إلى اللقاء.